كان، وللاسف اتاجلت ل 30/6 بطلب تقرير من جهاز مركز المحاسبات بعنوان العمل الجماهيري في جبهه صهار الاهليه. احنا جايين النهارده بندعم عمال مصنع الباتنجات في وظيفتهم والقضيه بتاعتهم النهارده في المحكمه. القضيه بقى لها سنين ده جزء من موضوع الخصخصه اللي ماشي في البلد وبيع المصانع لتشريد العمال. النهارده كان المفروض يبقى في حكم في القضيه اتاجلت لحد 21/6 من غير اي مبررات. القاضي نفسه وهو بيتكلم بيقول لك على لغايه ما البلد تهدى. هو واضح ان هو قرار سياسي واحنا مستنيين ومقومين مع العمال لغايه ما ياخدوا حقهم ان شاء الله.